مساء الخير، اليوم راح أعمل معاكم كيكة شوكولاتة بطريقة شوية مختلفة. نقدر نقول عليها بودينج شوكليت كيك، مرة طرية غرقانة صوص، مناسبة لأجواء البرد، يعني الكيكة تتاكل دافية. مساء الخير، اليوم راح أعمل معاكم كيكة شوكولاتة، أو بالأصح شوكليت بودينج كيك، لأنها مرة طرية ومرة لذيذة، تتاكل دافية ومناسبة لأجواء الشتاء. أحلى شيء في دي الكيكة إنكم حتحطوا كل المقادير مع بعض وتبدأوا تخلطوها. فأول شيء راح نبدأ نحط الدقيق، حضيف السكر، كاكاو الباودر، رشة الملح، بيكنج باودر، حضيف ملعقة فانيلا، الزبدة الدايبة، وآخر شيء الحليب. هخلط المقادير كلها مع بعض لغاية ما تتجانس. عندي هنا صينية دهنتها بالزيت، راح أصب فيها خليط الكيكة. هبدأ أعمل طبقة المقادير الجافة، عبارة عن سكر بني وكاكاو. هقلب المقادير الجافة، هذه المقادير الجافة راح نحطها طبقة على وجه الكيك. هبدأ دحين أحطها فوق طبقة الكيك. هصب عليها دحين الموية الحارة. هدخل الصينية للفرن وأرجع لكم بالنتيجة. يا بنات، الكيكة كلام كبير، مرة لذيذة. حوريكم شيء، شوفوا كيف مرة طرية، تحت حتلاقوا صوص الشوكولاتة، شايفين كيف؟ هنا الصوص. هذه الكيكة ميزتها انه الصوص منها وفيها، ما يحتاج تعملوا صوص وتحطوه فوقها. دحين حوريكم في الصينية كمان كيف الصوص مرة واضح، شايفين كيف؟ كل ما تشيلوا جزء كده من الكيك تشوفوا الصوص كيف موجود تحت، تجنن، لا تفوتكم. وطبعا ما في ألذ من انه تحطوا سكوبة آيس كريم مع كيكة الشوكولاتة، يا سلام، كده صارت من جد ما تتفوت. ايش رأيكم في دي اللقمة؟ بس حقيقي مشتهيتكم فيها، لا تفوتكم يا بنات، مرة مرة لذيذة.